السلام عليكم. وصفة النهاردة وصفة تركي اسمها كفتة حسن باشا. هي بتتعمل بطريقة تانية غير دي شوية، بس انا حطيت عليها التاتش المصري بتاعنا او التاتش اللي يناسب عيلتي. هي المفروض بتتحمل مع صوص بصلصة طماطم، زي صوص المكرونة كده مثلا، صلصة طماطم، لكن انا عملته مع صوص بني وهوريكم ازاي بيتعمل. يلا نشوف بقى. هنحتاج 1/2 كيلو لحمة مفرومة، بصلاية مفرومة ناعم، وبقسماط 3 أو 4 معالق كبار على حسب احتياجنا، فلفل اسود 1/2 معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة ممسوحة ملح، وبيضة. هنخلط بقى كل المكونات دي مع بعضها. اول حاجة هنحط البصل، الملح، فلفل اسود، وهنكسر البيضة وهنقلب كويس قوي. وهنحط بقى البقسماط على حسب ما احنا محتاجين عشان تبقى الكفتة متماسكة، ما تبقاش ميتها كتيرة، يعني البقسماط هيمص المية الزيادة اللي جاية من البصل وكده. احنا هنقلب الاول كويس وبعدين هنبتدي نحط البقسماط. نحط مبدئيا 3 معالق. هنقلب، بس طبعا لازم بايدنا علشان نعرف نحس بالحاجة نفسها، ما ينفعش بالمعلقة بقى، لازم ايدينا عشان نحس اذا كانت الحاجة طرية او فيها مية زيادة ولا لأ. من فضلكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتدوسوا على علامة الجرس واعملوا شير مع اصحابكم. انا حسيت ان انا محتاجه معلقه بقسماط كمان فزودتها. هعجن كويس قوي عشان الكفته تبقى متماسكه وما تفكش من بعضها. كل ما نعجن اكتر كل ما الكفته تتماسك، ولما نعملها كور مش هتفك من بعضها وتفضل ماسكه. تحسوا بيها بقى في ايديكم وكده، تبصوا تلاقوها ماسكه في بعضها اهي، مش بتفك يعني. خلاص كده كويسة قوي. هنبتدي نعملها كور بقى. هنحضر صينية فرن وندهنها دهنة صغيرة قوي بالزيت، اي صينية فرن مش لازم ازاز، بس لو استخدمنا صينية ازاز ما نحطهاش في فرن سخن وهي باردة، لازم نحطها بقى على صينية مثلا معدن تانية عشان ما تتكسرش، او ندخلها الفرن وبعدين نولعه. انا عملت كورة كفتة، يعني عملت الكفتة في شكل كورة وعملت فيها تجويف كده بمقبض اي حاجة عندنا في المطبخ، او حتى بصبعنا ممكن نعمل تجويف، بس نراعي ان كلهم يبقوا مقاس واحد. انا قسمت 1/2 كيلو على 8 كفتيات. نعمل تجويف مناسب علشان نقدر نحط فيه الحشوة كويس، ونساوي اطرافه عشان ما تبقاش مشققة زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصناهم. هندخلهم بقى الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 أو 200 في الرف اللي في النص. بالنسبة للصوص البني بقى هنحط 2 معلقة زبدة و2 معلقة دقيق، بس هننزل الدقيق بالتدريج عشان ما يكلكعش، ونقلبه لما يختفي هنحط بقيته تاني. دي باقي المعلقة التانية. هنقلب كويس عشان ما يبقاش فيه كلاكيع، وهنفضل بقى نقلب ونسيبه على النار شوية كده عشان لونه يتغير ويبتدي ياخد لون بني غامق او بني ذهبي حسب الدرجة اللي انتوا عايزينها، بس انا هوريكم الدرجة المظبوطة. نقلبه شوية وبعدين نسيبه ياخد لون من تحت، وبعدين نبتدي نقلب تاني. زي ما انتوا شايفين كده اللون بيغمق شوية بشوية. اهو بدأ يدخل في اللون الغامق. هنصبر لحظة واحدة كمان، دقيقة واحدة كمان بالظبط هنلاقي لونه غمق. هنكون محضرين كوباية شوربة
شوربة لحمة، او ممكن حتى لو عندنا صوص بتاع اللحمة، صوص بني بتاع لحمة من قبل كده نستخدمه في الوصفة دي، هيخلي طعمها احلى واحلى. بس ناخد بالنا واحنا بنصب على الصوص او شوربة اللحمة ان احنا نبقى راجعين لورا واخدين بالنا عشان بتطلع بخار كتير زي ما شفتوا كده، فلازم نبقى عاملين احتياطنا وراجعين لورا شوية. خلاص هنكبها كلها مرة واحدة، مش هتكلكع ولا حاجة ما تقلقوش، وهنقلب على طول. طبعا لان الشوربة فيها ملح فانا مش محتاجة ازود ملح تاني، انا حطيت بس شوية فلفل اسود، وهحط حوالي 1/3 كوباية كريمة. هنقلب الكريمة كده، الصوص خلاص جاهز زي ما انتوا شايفين، ناعم ما فيهوش كلاكيع خالص، وانا شايفة ان الصوص ده لايق اكتر على البطاطس البيوريه اللي هنحطها في الكفتة. بالنسبة لنا احنا، لو انتوا حابين ممكن تعملوا الوصفة الاصلية التركي اللي هي تعملوا صلصة طماطم عادية، تحمروا بصلة وتحطوا عليها عصير طماطم او صلصة، وتكملوا بشوية مية وتصبوا وتبقى وتسيبوها غلوة على النار كده تتسبك، وبعدين تصبوها على الكفتة. بالنسبة للحشوة بقى، عبارة عن بطاطس بيوريه تتحضر، ان احنا بنسلق البطاطس ولما تتسلق خالص بنهرسها مع لبن وزبدة وملح حسب ذوقنا بقى، وهنعبيها في اي كيس حلواني عشان نقدر نملى بيها كفتة بسهولة، او ممكن بأي معلقة عادي تملوا بيها، مش لازم يعني الكيس الحلواني. الكيس ده بس بيخلي لها شكل حلو لما نحطها. كفتة استوت اهي وجاهزة، هنشيل الصوص بتاع اللحمة اللي جواها علشان البطاطس ما تعومش، يعني تبقى تثبت كويس جوه الكفتة. هنفضي الكفتة من الصوص اللي جواها ونملاها بالبطاطس البيوريه. نحط في كل واحدة كمية حلوة كده، ولما نملاهم كلهم هندخلهم الفرن تحت الشواية، يعني المدة ما تزيدش عن 5 دقايق، كل واحد حسب شوايته. لاحظوها ما تسيبوهاش لوحدها في الفرن، خلوا عينكم عليها، اول ما تاخد لون طلعوها. زي ما انتوا شايفين كده جاهزة واخدة لون حلو قوي. خلاص كده ممكن نحط عليها الصوص، تبقى جاهزة نقدمها مع الصوص. هوريكم برضو شكلها من جوه علشان تبقوا عارفين هي عاملة ازاي. هقطعها لكم اهي، شايفين البطاطس فعلا ملت المكان جوه، التجويف كويس وثابته يعني ما مسحتش ولا حاجه. هنقدمها بقى مع الصوص البني اللي احنا عملناه، او الصوص الاحمر لو انتوا حابين اللي هو الصلصه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لو عجبكم، وبالهنا والشفا، وشكرا على المشاهده.